ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والخوارج يا إخوة طائفة ضالة بدأت بذرتها الأولى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل عامل النبي صلى الله عليه وسلم بغير الطريقة التي يعامله بها أصحابه رضوان الله عليهم، وهو ذو الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل ثم ظهر الخوارج في زمن عثمان رضي الله عنه، وكان أول خروجهم من أرض الكنانة من مصر، وكانوا يحرضون على عثمان رضي الله عنه، عثمان الذي تستحي منه الملائكة ويستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كانوا يحرضون عليه ويكذبون عليه ويهيجون العامة عليه حتى آل الأمر إلى قتله في بيته رضي الله عنه بعد أن حصر أياما، وجاء أحدهم وطعنه 9 طعنات في بطنه بسيفه، قال أما 3 فلله، أما 3 فلله، وأما 6 فلما في قلبي عليه. ثم خرجوا خروجهم المنظم على علي رضي الله عنه، وهم يخرجون في فترات، كلما ظهر قرن قطع، ويخرجون في آخر الزمان حتى يخرج في عراضهم الدجال، وصفاتهم واحدة، يشتركون في صفاتهم،